slept last night and I said I want to do a spider here. Like a very fashion spider, like Madame Fashion of Verdun and Ashrafieh, you know? Huh? A very, very sexy spider. It's a spring collection, so we might use any greenery or something. And we create this very fashion woman with a hat and boots and things like that. I don't know why I wanted to create this. The tricky thing is to create it. How to create it and what to do and give her the attitude with the eyes and mouth and things like that. Listen, تطلع كتير قوية. طلع معك والأبسة بالفكرة انه يعطوا كذا ارتيست لوجو ابسة يخترع شيء وبيبيعوه بالاخر الرعي تبعولهم بيروح لأوفر دو بيانفيزونس. فحبيت المشروع واخترعت بيرسوناج. انا نمت بالليل وعيت على بكره قلت شو بدي اخترع شورت نوتس كذا شو بدي اخترع؟ اخترعت سبايدر. ليه؟ سبايدر لانه الفاشن بتعلقك مثل سبايدر بتقشطك مصريتك which is good بس بتكون مبسوط. بعدين شو في مقابل هالشيء؟ تطلع المرأة إليغان تطلع حلوة مرتبة لابسة على الموضة يعني هيدي حياة العالم اليوم. هيدي هي اللي عملتها هيدي هي اللي اخترعتها. بس بدي اشكر بريف هارت وبدي اشكر لابسة. ثانك يو باي.